معكم الدقوزي المحجوب متقاعد من الجيش الملكي، أنتمي إلى إحدى أكبر قبائل الصحراء، قبيلة تيتوسا إقليم أسازاك، وبالتحديد جماعة البويرات الحدودية. جيت للإقليم بعد حصولي على التقاعد أحمل مشروع فلاحي، إلى أنني واجهت ياسر من الظروف وياسر من العقبات من أجل الشهادة الإدارية التي لا تعني شيء. بالنسبة للشهادة الإدارية هي وثيقة بسيطة. بعد حصولي على هذه الشهادة بطرق ما، وراني تقريبا القضية في القضاء ولنا الثقة الكافية والكاملة في القضاء ديالنا، لأنني ما بغيت ندخل ياسر من الحيثيات باش ما نأثر على المسطرة المتبعة في البحث التمهيدي. اليوم كان طلب، لأن المنطقة منطقة ما فيها فلاحة، ما فيها ملاحة، ما فيها شي شباب مساكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، مسحوقين. لهذا كان طلب من الجهات المعنية والمسؤولة تبسيط المساطر في وجوه هذا الشباب الحاملي مشاريع من أجل التنمية، تنمية البلاد، لأن البلاد راهي ضعيفة والكل يعرف هذه المسألة على أنها ضعيفة وما عندهاش ما هو مولانا وذوك المعايلي جراو وتقريبا راه. إذا منين كنشوف بأن أنا جدودي ماتوا ومشاو على هاي التراب يدافعوا عليها، ما هو من أجل شيخ، ما هو من أجل مقدم، ما هو من أجل كارطية، مشاو على أساس الدود عن عن عن, عن الوحدة. هذا راه مشكل كبير يواجهوه أهل المنطقة وخصوصا الطبقة الشبابية فيها. لهذا كنتمنى من الجهات المعنية تشد بعين الاعتبار ديال الأمور وتبسط المساطر في وجوه الشباب أبناء قبيلة إيتوسا. وأنا راني مرة ثانية عندي يعني الثقة الكافية والكاملة في القضاء ديالنا المغربي يشدوا لي حقي من هاد الناس.